في الكتب الأوروبية والأمريكية اللي بتتكلم على التاريخ الأولمبي هنقرأ اسم مصر كتير جدا في أول دورة أولمبية 1896، لكن مش هنقرأه في الكتب المصرية للأسف. لما نجح البارون دي كوبرتان في إحياء الألعاب الأولمبية وبدأ يخطط لبدء أول دورة أولمبية في أثينا 1896، وسافر أثينا واتفق على كل حاجة وحددوا المواعيد، وفجأة مرت الحكومة اليونانية بأزمة اقتصادية كبيرة جدا. الملك وولي العهد قسطنطين قالوا لكوبرتان: احنا موافقين ان احنا نستضيف الدورة الأولمبية، لكن ما عندناش فلوس نبني الاستاد اللي هيستضيف هذه الألعاب. قسطنطين ولي العهد اللي كان مسؤول عن هذا الملف احتار ويعمل ايه، اليونان ما فيهاش فلوس، فبعت اتنين من مساعدينه إلى مصر للبحث عن تجار أو رجال أعمال يقدروا يمولوا بناء الاستاد، وجم بالفعل لإسكندرية وبدأوا يسألوا عن المصريين من أصل يوناني اللي عندهم استعداد يساعدوا اليونان في تنظيم أول دورة أولمبية، وفوجئوا بأنه أكبر تاجر في إسكندرية وقتها كان اسمه جورجيوس، وده هاجر من اليونان لإسكندرية وعاش فيها واشتغل في الأراضي وفي العقارات وبقى عنده مراكب في النيل، وكان تاجر شاطر وتاجر كبير جدا وعمل فلوس كتيرة جدا وهو عايش في إسكندرية. فلما جالوا المستشارين بتوع ولي العهد وقالوا له إن اليونان في أزمة والعالم الأولمبي كله في أزمة، مفيش فلوس عشان نبني استاد تتعمل فيه أول دورة أولمبية، فسافر أثينا وقال إن هو مستعد يتحمل كل التكاليف اللازمة لبناء الاستاد، ودفع الفلوس واتبنى الاستاد واتلعبت أول دورة أولمبية بفلوس مصرية، واتعمل تمثال في مدخل هذا الاستاد بعد الدورة اعترافا بفضل جورجيوس وفضل مصر على العالم، اللي لأن مصر هي اللي ساعدت العالم في بدء الدورات الأولمبية وهي اللي بنت أول استاد أولمبي في التاريخ الحديث.